احنا منموت عليكم. لك راح نموت وانتو علينا بتنحكوا علينا وبتجيبوا مصاري علينا وبتصرفوش علينا، وين عم بتروح التبرعات ما علينا؟ سؤال براغماتيك يعني زكي، هو رجل الاقدار، هو رجل القرار، هو سياسي بامتياز، انساني باجتياز، وطني بانحياز، وهو المشجع الاول للاعمال الخيريه لاسباب انتخابيه. أول قضية عنا سرقة واختلاس، تاني قضية تنصيب هريبة وإفلاس، تالت قضية خبيط وتعدي على الناس، شبي لبيد بوكس كفين وتهديد. الله يبارك الله يزيد، أجل كل المواعيد، فرس اليوم وروح على النوم، ليلة عطل الليلة عيد، بس ما فينا يا استزعيد. جورج خباز ما فينا نقول اسمه إلا وترفقنا البسمة والدهشة أيضا. الدهشة قد ما عنده مواهب تتراوح بين الكوميديا والتراجيديا، بالمسرح بالتلفزيون بالسينما بالتأليف الموسيقي والغنائي، كأنه عدة رجال أو عدة مواهب مختصرة بشخص واحد، هو ابن البترون جورج خباز. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي مدام بولا، أنا كتير سعيد. ليه عم تعيد لي مدام؟ إذا شي دموازيل. أهلا فيكي بس. بولا بولا هاي هي. جورج بيشرفني كتير وجودك أنا معنا. كتير مبسوط صراحة. قدي مخدوم على المسرح، قدي كمان بالحقيقة قريب على القلب، وقدي ألمعي أنا بحبه. ما بتحب الكلمة بس أنا بلاقيك عن جد موهبة ألمعية لامع. طول عمرك. إذا بدنا نحكي شوي عن وضعنا الحالي، ما بدي احكي سياسي، بدي احكي بلش مسرح معك، مع انه ما فينا نفصل امورنا عن بعضها. كيف شايف المشهد المسرحي بلبنان؟ كثير منيح هالايام. اول شيء في غزاره انتاج، عم نشوف كثير مسرحيين عم يشتغلوا، وفي بعض منهم اشتقنا لهم من زمان ما طلعوا على المسرح، ان كان بافكارهم او حتى بادائهم التمثيلي. في عجله انتاجيه جيده جدا، في حركه ثقافيه، بتصور الناس صارت بحاجه لهالحركه. من بعد ما شوي التلفزيونات تعبتنا من بعض البرامج شوي المبتذله يلي عم تكرر حالها، فالناس صارت بحاجه لمنبع ثقافي اخر، راح تصوب المسرح، فانا جدا سعيد. وهيدا بالنتيجة المسرح بلبنان هو المسرح الأول بالعالم العربي كل عمره، لأنه هو منوع أول شيء، وليد التنوع اللبناني بشتى هوياته معتقداته طوايفه بيئاته إلى آخره. فأنا كتير سعيد. ومن بعد كل أزمة في نهضة مسرحية، نهضة ثقافية، فكيف الحرق إذا كانت مسرحية؟ تعرف شو كتير بيلفتني بجورج خباز بالتحديد، أنه ناس بتميل لللايت، للخفيف، للإشياء المهضومة. يمكن أنت رحت أبعد، قلت مبتذلة. جورج بيفرجي أنه في يكون شيء راقي حلو مكتوب بشكل ذكي وجيد ووتي، وبنفس الوقت بيحمل مثل ما قلت مخزون ثقافي. يعني واحد بيحضر هالشي الخفيف اللي بيضحكه بس بيطلع معبى راسه، بيطلع بانطباع معين، بيطلع بيغير فكره يمكن، أو بتأثر بالناس، وهذا يمكن عمل أصعب جهد أكتر من استخدام الجنس أو خلينا نقول أو السياسة أو الدين. أسهل شيء تلعب على الغريزة الجنسية أو السياسية، أسهل شيء خاصة عنا بلبنان. بس أنا بجرب شغل على كذا بعد، بس بحرص أنه البعد الأول الواجهة تكون بسيطة تتوصل لكل الناس، لأنه أنا ما بحب أحرم حدا من الفوتة على المسرح. المسرح لكل الناس بكافة مستويات الفكرية والعمرية والانتمائية وإلى يعني آخر. ما لازم يكون تحدي فكري المسرح، لازم يكون لا. سهل بمتناول كل الناس، سهل بالبعد الأول. هلأ هو شطارته الكاتب، إذا في أبعاد من بعد هالبساطة هيدي، كل واحد هو شطارته قداش قادر يغمق، بحق له يغمق، بيقدر يوصل لمطارح كثيره. بس بالبعد الاول انا كثير بحب انه يجي لعندي كل الناس، من الولد للعجوز، من الام للمثقف، من الدكتور للانسان العامل البسيط. فانا بعتبر انه المسرح هو مرايه للمجتمع، واذا فعلا بده يكون مرايه ناصعه لازم كل شرائح المجتمع تشوفه. جورج خباز 12 سنه كل سنه مسرحيه جديده، طب هالغزاره من وين؟ من البلد. بالنتيجة نحن ببلد هو أرض خصبة للأفكار. إذا واحد مراقب جيد وبيعرف يترجم مراقبته للناس، بتصور أنه بيغرف كتير من المواضيع، ومواضيعنا يعني في منها خطر يعني على صعيد خاصة الاجتماعي. أنا ما بحكي سياسة بولا لأن أنا بعتبر السياسة نتيجة. إذا نحن عنا هدف أو رسالة بعملنا، لازم نحكي عن الأسباب، والأسباب هي خلل إنساني اجتماعي وصلنا لهالخلل السياسي، يلي هو أول يعني العنوان الأول تبعه عدم تقبلنا لبعضنا البعض كناس.
هيدي الإف الكبيرة الموجودة بمجتمعاتنا الشرقية اللي عم تسبب لنا حروب وعم تسبب لنا خلافات سياسية. لذلك أنا بحكي على المواضيع الاجتماعية لأنه هي السبب، مشان هيك ما منعالج النتيجة. الطبيب العاطل بيعالج لك الطفرة بالنتيجة بالمرهم، بس المشكلة بالمعدة، ونحن مشكلتنا بالمعدة تبع مشكلتنا بالهضم هيدا بهالمعنى يمكن بالمعدة. تلي بتغرف من البلد، من حالتنا الاجتماعية، من أوضاعنا، بس ما بيطلع مأساوي، يعني بيطلع العمل بالعكس كوميدي مهضوم، نقعد ونتفرج على حالنا على خشبة المسرح ونتضحك على حالنا، بس نطلع بتغير شيء، بتأثر بالناس. يعني قلت لك أنت بتترك أثر، بس بتترك أثر برأيك تغييري ممكن نعمل ليه؟ مش أنا بس، هل أثرنا عاقمين؟ نو ما بحياته المسرح خاصة بالعالم العربي قدر يغير على صعيد جماعة. ممكن يأثر بالأفراد وممكن هالأفراد تعدي بعضها، بس على صعيد تغييري، على صعيد إذا بدك ثورات إنسانية، ما بالعالم العربي للأسف ما بيأثر، بالكاد يضوي ويحط الإصبع على الجرح. بس أنا بالنسبة لي المسرح أهميته أنه هو منبر تواصلي، مش بس تواصلي ثقافي وفكري وترفيهي وإلى آخره، وتواصلي مع المشاهد، مع ذاته، يعني باللاوعي تبعه المشاهد بنقي شخصية بتشبهه وبتواصل مع نفسه من خلالها، بيبكي على حاله من خلالها أو بيضحك على حاله من خلالها، وهذه أهمية المسرح، وهذا أنا بجرب أشتغله بمسرحي صراحة. كيف عم تبكي على حالك خلالها وأنت عم تبعد عن السياسة بعد ما فت بالعمق السياسي؟ انا اذا بدي احكي على العمق، اذا بدي احكي بالعمق بقطع السياسي، بفشخ فوق منها، قلت لك، وبروح على الاسباب الانسانيه، الاسباب الاجتماعيه. فاذا بدي انا اذا بدي بسط كلامي بحكي سياسي، اذا بدي سطح مسرحي بحكي سياسي، وبصير ابن المرحله اللي انا عم بحكي عنها، وبتخلص المسرحيه لما بتخلص المرحله اللي عم بحكي عنها. طب هالاختلافات الموجوده بين اللبنانيين، هل كل واحد مطرح ما هو موجود يعتقد كل الحق والحقيقة مختصرة هنيك، والآخر هو الجحيم، الآخر هو المشكلة، مش هو بحد ذاته المشكلة، يعني هيدا يمكن بالمفهوم الاجتماعي علشتها أنت بأحد مسرحياتك اللي حضرتها بالمسرح أنا، وكتير تأثرت بالطريقة السهل الممتنع اللي عم بتفوت له بعقله للواحد أنه شوف غيرك أنه ممكن يكون على حق. بتمارس هالشيء كمان عليك؟ أكيد جرب قد ما فيه. هلا ما تنسي نحن جيل حرب، نحن أولاد تقوقعات مناطقية ومذهبية وسياسية وحزبية وإلى آخره، بس أنا كتير كتير بيشتغل على حالي من هالناحية، لأنه نحن لقطين القصص بالعكس. يعني إذا منفكر بجوهر أدياننا نعرف أنه نحن لازم نكون منفتحين على الآخر، بس نحن لقطينا بالعكس، يعني نكره الإنسان ومنحط الحجة بالدين، هذا الفرق. لذلك انا لا عم جرب اشتغل على حالي هالموضوع، بس بدي افتح هلال، لانه حضرتك ديك الساعه قلتي لي عن الفرح قديش بالكوميديا، ليش بستعمل الكوميديا؟ لان ما حدا ما بيحب الفرح، ومش بس ما حدا ما بيحب الفرح، اصبح الفرح حاجه بهالزمن هذا الصعب عندنا بمنطقتنا، ثيرابي، علاج، علاج، وصار حاجه للناس. ناس بدها تفرح، معش حتى ببيتها بعائلتها بين الناس بتحبه ما عم بتلاقي فرح. فحلو الفرح الجماعي، يعني انا بشوف المسرح مثل عرس، عرس لازم يكون في فرح. بدي اخد عناوين مسرحياتك، بدي منك تقلي ورا كل عنوان شو كنت مخبى، شو مختلفين او مش مختلفين، شو القصد؟ مش مختلفين ان احنا مش مختلفين كناس، مش مختلفين عن مين؟ لانه هي بتحكي عن، كانت قصة عن علي وكريستينا يلي انغرموا ببعضهم بلندن واجوا يتجوزوا بلبنان وما زبط زواجهم، مع انه انغرموا بعضهم 8 سنين وكانوا ناسيين انه هو علي وهي كريستينا. لو بلندن كانوا كملوا، يعني كانوا كملوا طبعا تحت رايه العلمانيه والى اخره، بس هون نحن مثل ما انه الهوى في طائفيه يعني، فاجوا لهون والوحش الطائفي النايم جواتهم وعي. فكل عم جرب يقولوا اول شيء نحن مش مختلفين، انه مختلفين، مش مختلفين عن بعضنا بالعقليه السوداويه تجاه الاخر يلي فيها يا شفقه يا فوقيه يا حتى عدائيه اوقات، والاخر انتبهي بكل انواعه مش بس بالطائفيه للاسف، بالفكر وبالمعتقد وحتى وقت بالشكل. يعني اذا نحن مش قادرين نتقبل واحد خلق تربه كشكل، فكيف نتقبل واحد من غير معتقد ومن غير دين او وهذا اللي بيحكي عنه فيلم غدي كان عن الاختلاف الجسدي. فانا الاختلاف عندي هاجس، لانه انا برايي هو السبب الاكبر لكل مصايب اللي احنا فيها، نظرتنا المتخلفه للمختلف. انتبهي الاختلاف غنى، بس في فرق بين الاختلاف والخلاف.
طيب بس في واحد بيكون مختلف لأنه مثل ما قلنا عبقري ألمعي بيشبه يمكن جورج خباز، وفي واحد مختلف مسكين بيكون عنده مشكلة تانية أوقات جسدية أوقات بحس بيشعر بنقص يعني الاختلاف ما فيك تعالجه دايما كاختلاف. كلنا عنا نقص، كلنا عنا نقص، يعني كلنا عنا حاجات خاصة، ناس حاجاتها فكرية، ناس حاجاتها عاطفية، ناس مادية، ناس جسدية، كل واحد عنده نقص. ما في حدا اسمه إنسان هو كامل، وإلا بصفي مش ببطل الإنسان. طيب شو القضية؟ شو القضية؟ القضية اللي نحن شو القضية؟ إذا بتسأل مسرحيتك شو القضية؟ إيه هو العنوان إذا بدك يترجم إنه عن جد نحن شو قضيتنا يعني. إذا بتيجي بتسأل نحن شو قضيتنا؟ شو مشكلتنا؟ هي من أسخف المشاكل إنه نحن مش قادرين نقعد مع بعضنا لا أكثر ولا أقل. لا نقعد مع بعض بس مش عم نتفق كيف نتحصص. كذاب كبير. مين الكذاب الأكبر؟ هو المجتمع للأسف. المجتمع أكذب من الطبقة السياسية؟ ما هي الطبقة السياسية وليدة المجتمع. ليش الطبقة السياسية إنه جاي هيك من الهواء بالباراشوت؟ ما نحن بنعملها كشعب للطبقة السياسية، وهن عايشوا مثلنا وربيوا مثلنا بمدارس وتربوا مثلنا ومنتخبهم لأن بيشبهونا؟ طبعا طبعا منتخبهم لأنه بيشبهونا أو بيمثلوا اللي نحن بنفكر فيه بس مش قادرين نقوله. طبعا ممنوع النق إذا هيك لكن. أكيد ممنوع النق، أكيد أنا على طول بقولها أكيد ممنوع النق، وإذا فعلا مش عاجبيننا طب خلينا نغير. فرجونا تشوف عالطريق. عالطريق هي كانت مسرحية بتحكي عن مؤسسة لتنظيم الأعراس والمآتم بنفس الوقت، فكان في فلسفة أو إذا بدك صراع بين الحياة والموت، لأن الزفاف يقال إنه هو حياة جديدة، أنا بعتبره لا موت لحرية بمكان أو بآخر. مش إنك بعدك ما مجوز. لا 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 بديش تسمعني أمي هلا بتزعل. بس الفكرة إنه كان عم نحكي عن طريق الحياة اللي هي نهايتها فيها حقيقة واحدة عند كل الناس هي الموت. شو بنقلها لأمك 2016 معقول جورج يتجوز؟ طيب ليش عم إنه هل خبزة أمتين؟ خليها معقول. قد إيه معقول؟ في شيء لأنه لا. إذا واحد ما في يتجوز إذا بعد القدر ما حط له طريقه. إن شاء الله أنا ماني ضد الفكرة. يعني عندك حالياً. أنا خلينا نقول قلب مشغول. أنا ما في أعيش بلا حب. بولا مثلك أنت فيك تعيشي بلا حب. أو إيه بتضطر جورج. إذا كنت موجود. بظروف إجبارية. بس لا أنا الزواج عندي منه فكرة شايلة من راسي بس منه هاجس. مش عم بينيم من الليل. لأن في حب الأولاد. هيدا اللي يمكن واحد لما يدوقه بيكون نوع حب مختلف. طيب البروفيسور كان في فترة تفشى كتير التبصير على الهواء. أوكي. وكنت عم بحكي عن هالموضوع، شخص عاطل على العمل وقرر انه يجني مال وقرر يصير مبصر، وفعلا هيك وهيك صار ونجحت معه، وفتنا على كتير مواضيع اجتماعية وقديش الناس بحاجة لأمل تتلقط فيه، مش هيك عم تتبع هالأنواع من ال... تعرف قدي في ناس بعرفون عم بيفكروا بهيك مهنة؟ والله الهام وتبصير. ناطرينه لمين؟ للفرج صراحة. ناطرينه كان تحكي عن مأوى عجزي يلي هو بيمثل مجتمعنا نحن، ولا أهضم من هيك. بقى ناطرين الفرج، ناطرينه حتى يمكن هن كعجزي، البعض ناطر الموت، البعض ناطر أولاده يجوا ياخدوه، البعض ناطر أمل أو بصيص أمل بمكان ما. هذا جيل قديم، جيل ناطرينه اجى يقنع بيه يعمل جريمه. مزبوط، يقتل الحاكم. صحيح. وصار في كذا احتمال بقلب المأوى، انه اذا بيقتلوا للحاكم ما بيقتلوا، كل هودي الاخبار، لانه جاي يعملوا زياره وبالاخر ما بيجوا. يعني هي من المسرحيات اللي حضرتهم وحبيتهم كثير. عملت لك تويت وقتها. ما معك خبره بس عبرت عن اجي بس بدي اقول لك انه حسيت بالحبكة بالحركة المسرحية عندك. حسيت انه جورج خباز مأثر بالمسرح العالم بالميوزيكلز خاصة، بدون شك. قد ايه بتحضر بتتابع وين؟ لانه عندنا ما بيجي بلبنان الا كثير قليل. انا من انا وصغير انا محظوظ اني كنت ببيت ثقافي، كانوا موجودين عندنا الافلام القديمة، افلام الستينات والخمسينات، الميوزيكال اللي ربيت عليهم ان كان غربي او حتى عربي، يعني الاخوان رحباني وكل الناس اللي مهمين اللي اشتغلوا على الموسيقى المشهديه اذا بدك، او المشهديه مع الحوت الى اخره، كل هودي الناس اللي اشتغلوا بهذا المجال. ومؤخرا صرت اقدر سافر، يعني صار عندي قدره ماديه اني سافر وشوف، خصوصي سافر خصوصي لاشوف مسرح برا ان كان ببرودواي او بلندن، خاصه بلندن لانه كثير بحب، انا موسيقي اساسا وبحب المسرح، فلما يجتمعوا
بشيء اسمه ميوزيكال بالنسبة لي عيد يعني. عيد 100% اللي بيحبهم بيلاقيهم أحلى هدية. أيها أكثر مسرحية مفضلة لك؟ كم مرة بتحضرها؟ ميوزيكال؟ إيه كتار يعني، في بيلي أليوت، في تحضر أكثر من مرة المسرحية. سينجينج إن ذا رين عملوها مسرح تاخذ العقل، روعة. حضرتها بلندن، روعة من الروعات. في كثير في كثير في كثير مسرحيات حبيتها. ايه بتعيدهم بس بتكرر تحضرهم اكثر. لميزيرابل مثلا شيء بياخذ العقل. صحيح. انا تقريبا حضرهم كلهم. هلا باي فيرسيون ما بعرف، لانه بتعرفي في كذا فيرسيون للمسرحيات. وفي منهم صار لهم 25 و30 سنه عم يلعبوا. صحيح. صحيح. لورا، لورا هي الاخت وبنفس الوقت هي الشريكة بالبطولة مع جرب تنتقدها. أنا قاسي عليها شوي لأن بعرف قديش هي موهوبة وقديش عندها قدرة، وبنفس الوقت عبالي توفر الوقت اللي أو التخبيصات اللي أنا مرقت فيها. يعني مشان هيك بجرب، وبالوقت هي كمان عبالها ما تحرق المراحل، تمرق بكل شيء، وبحق لها هذا حقها. وأنا من ميلي عم جرب أنه وفر عليها هالمطبات اللي أنا مرقت فيها. لذلك في شوية إذا بدك من هالناحية في شوية صراع بيني وبينها إيجابي، بس على الأصعدة الثانية أنا لورا بالنسبة لي موهبة كتير كتير عظيمة بالمسرح. ما بعرف قد أقدر أعمل مسرح بلا وجودها معي كممثلة أساسية. حلو، انتقدتها وعطيتها حقها. نحن بنحييها للورا. لا أبدا ما انتقدتها، بالعكس أعطيتها حقها، لأنه أنا برأيي بعد مش أخذ حقها مثل ما لازم. لا أكيد مش أخذ حقها. وجورج خباز ما أخذ حقه بلبنان أبدا، هي ما عندي أبدا شك فيها. أنا مبسوط لما بشوف مين النجوم بالبلد وبقارن عملك ومستواه، أنت أكيد مش أخذ حقك لا أنت ولا لورا. لا هيدي متفقين عليها. لا أنا بشوف أخذ حقي صدقيني. بس أنت الأول بالصف، مش عم بحكي تواضع. أول بالصف، لا أول بالصف اسم مسرحية أكيد. بس إذا عم تسأليني إذا أنا الأول بالصف باللي بعمله، بقدر قلك إن ما في صنف حالي أنا شو در مرتبتي، بس كل اللي بقدر لك إيه إنه أنا محترف لأبعد حدود، وبجرب كون صادق لأبعد حدود. لما بيلتقوا الصدق والاحتراف بعتقد بتصيري بالصفوف الأمامية، مش ضروري يكون الأول يعني. كنت تطلع الأول بصفك؟ أبدا أبدا أبدا. الأخير يعني مش تنجح على الحفة؟ مش هالقد إيه. يعني لما أقرر إني أنجح أنجح، ولما ما يكون الجلادة أسقط. هذه منيحة كنت تسيبها هيك 10 على القد ما تقدر. أوقات إنه جبنا لكم 10 يعطيكم خلاص أكثر من هيك مش مطلوب. ورا الباب كمان مسرحية بالمسرح، شو بتحكي؟ ورا الباب بتحكي عن اثنين مطلقين وقرروا يرجعوا يرمموا علاقتهم، خاصة من مالت الرجال اللي حس بوحدة وحس بالسخن إنه مرته عم تجرب تعمل علاقة تانية مع حدا تاني. بتحكي عن العائلة وعم تسأل سؤال أساسي، مش ليش نتجوز، مش ليش منطلق. السؤال الأساسي ليش نتجوز، سؤال بعدك عم تسأله لحد اليوم. هل هو فعل أناني أو هو فعل ترابي نحن عايزينه بيومياتنا، أنه تم نضل وحدنا وتيصير عنا أولاد وتنشعر بشعور الأمومة، يعني. أو الأبوة، الخوف من الحياة من المجهول. إنسيكوريتي خلينا نقول 100%. طيب وهلأ وقتها هيدي مرحلة كأنه كنت عم تجرب. لا هلأ وقتها تقلك شو صار. من بعد حرب تموز عملت مسرحية هلأ وقتها، وكل الناس قالوا لي أنه ما تعمل هلأ مسرح لأنه البلد مش وقتها. أنت سميتها هلأ وقتها بناء تيمنا على شو عم بيقولوا للناس، بس سائب انه العنوان له علاقه جوا بالموضوع، لانه بيحكي عن مجموعه عسكر عم يحرسوا قلعه اثريه على الحدود، وهن طبعا ما عندهم واسطه لانه محطوطين على الحدود. واذ بتجي زميله فنانه بدها تصور فيديو كليب لغنيه وطنيه، وبصير هي كثير كيف بنغرموا فيها، كان فيها كثير فارس وضحك. بتقلك لانه كنا بحاجه ماسه لا تضحك بهديك الفترة، خاصة كان لبنان طالع من حرب كتير صعب. لا رائعة هلأ وقتها. مطلوب مسرحية بحبها كتير، هي بتحكي عن واحد جاي يفجر حلو بسفارة نيرونيا العظمى وبيندم بنص الطريق من بعد ما يشوف الناس، من بعد ما يشوف انه في حدا ممكن يعطيه حب، خاصة انه بيتعرف على فنانة ناطرة تاخد الفيزا تبعها، وبيقرر انه ما يفجر حلو، ولكن للأسف بيكون معير بكود ما بيقدر يفكه، بينزل السفير بفك له الكود لانه مسابق انه سفير دوله نيرون العظمى بيعرف انه هن بيعينوا سلاح. مصيبه جديده. شو مصيبه جديده؟ اول مسرحيه عملتها وما كانت اسم على مسمى، الحمد لله كانت حلوه، كان وجهها كثير خير علي، وبسببها انا هلا بالمسرحيه رقم 12 بالموسم رقم 12. حلو.
صاروا دزين جورج، وفي كمان التلفزيون، في التلفزيون والسينما يعني بالسينما في غدي وفي وينون وفي سيلينا، في تحت القصف، منهم انا ممثل فيهم، منهم كاتب ومثل فيهم. بس انا كثير سعيد بتجربه غدي، لانه غدي جاب نسبه مشاهد كثير عاليه بلبنان، 90,000 مشاهد، رقم ابدا منه صغير بلبنان. على الصعيد العالمي اخذ 21، فات عبي 21 مهرجان، اخذ 9 جوائز عالميه، دبلج على للاسباني للايطالي للبولندي للكوري، ونعرض بصالات عالميه كثير. وانا كثير غدي فيلم رائع، يعني اللي ما حضره لازم يلحق حاله يحضر هذا الفيلم، مش بس نشجع مواهب لبنانيه لانه اضافه كبيره على للشخص. انا بدي اشكرك كثير جورج خباز، الوقت بيقطع كثير بسرعه، بدنا نرجع نشوفك كمان مره جديده ان شاء الله. انا بس بدي اقول شغله، عندي مسرحيه هلا بالشاتو تريانو عم تلعب اسمها مع الوقت، يمكن بتمنى من كل الناس اللي بيحبوا المسرح الهادف، المسرح الكوميدي اللي فيه فرح، المسرح العائلي، يشوفوا هالمسرحيه، لانه بتحكي وجعهم، بتحكي فرحهم. وانا بتسعى الشهر عندك، اهلا وسهلا فيك، 9 جانفي خلص ناطره ناطره بفارغ الصبر شوفك جورج خباز من جديد على المسرح. سقف لك، كنت احضرك ما تعرف اني موجوده هالمره. بس كنت تحس بوجودي. كنت تحس لانه هالقد انا بحب المسرح، بحب روح احضر وركز، يعني حتى لو اصدقائي ما بقول لهم اني رايحه احضر. شكرا كثير على وجودك الحلو الرائع، وانا بشوفكم بعد الفاصل.